عقد سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا في قصر زعبيل في دبي مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأكد الزعماء المجتمعون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله. وأشاد الشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيخ محمد بن زايد الانهيان بدور دولة الكويت ومساعيها الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي أكثر استقراراً.